بإذن أمير، الله. أنا عايزة أسألك على حاجة. وإحنا طبعا بنتكلم في بقالنا يومين بعد ماتش الأهلي والبنك، تحديدا بنك الأهلي، بنتكلم على عثرات حوالين ويعني مشاكل كده، أزمات تخص النادي الأهلي. أنت في مشوارك مع النادي الأهلي تفتكر حاجات، يعني تفتكر كواليس، تفتكر أزمات حصلت من النوع ده من قبل التحكيم مرت عليك وكانت شبيهة للظروف يعني لآخر ماتش حصل بين الأهلي والبنك الأهلي؟ حصل طبعا اكيد. ايه تفتكر ايه يعني حاجه كده لقطات للتحكيم؟ برضو دايما لما نتكلم عن اي مباراه مهمه بيدخل فيها النادي الاهلي دايما ساعات يعني لغط التحكيم ده بيدخل شويه الجدل ده، بس انت بقى في مشوارك او عصرت ده ازاي؟ طبعا قابلنا كتير جدا المشاكل دي، مشاكل التحكيم، وما بحبش اتكلم عليها، بس طبعا الفتره الاخيره طبعا النادي الاهلي بيحصل له ظلم كبير جدا كابتن هاني، وشفنا يعني موقف الشناوي طبعا هنتكلم يعني عليه. بس اكيد يعني هو موقف ما ينفعش ان لاعب برضه يمسك حكم او يتكلم مع الحكم ايا كان، لكن العقوبه وبنتقبلها طبعا كنادي اهلي، او بنتقبل كل القرارات اللي بتحصل من اتحاد الكوره، ولكن لازم يبقى في فير. النهارده في لعيبه كتيره جدا في انديه كتيره جدا اتكلمت بطريقه مش كويسه جدا مع الحكام، مش عايز اذكر الانديه، ولكن في حصل وحصل قبل كده برضو قرارات عكسيه وتعدي على الحكام وشد الحكام، وما شفناش الكلام ده وما شفناش العقوبه دي خالص. شفنا عقوبه كهربا قبل كده برضو في ماتشات، وشفنا لعيبه كتيره جدا كان بيبقى فيه ما بتعملش مشاكل كبيره تستدعى ان انت تاخدي قرار 4 ماتشات او 5 ماتشات. ولكن اللي انا عايز اقوله طبعا مجلس الاداره الجديد بتاع اتحاد الكوره اكيد جاي وعايز يثبت وجوده، اللجنه الثلاثيه، وعايز يبين ان هو في قرارات بتحصل، لكن لازم يبقى في وقفه، ولازم يفكروا كويس، لازم يبقى في فير شويه. وانا شايف ان الحكام كمان، بعض الحكام، لان في حكام مميزه جدا، بعض الحكام بتيجي قدام النادي الاهلي عايزه تثبت ان هي حكام كبيره جدا، وخصوصا كمان دلوقتي موضوع الفار يا كابتن هاني كله بيتكل على الفار، يقول لك انا ماليش دعوه، انا اروح اشوف الفار وماليش دعوه. لا، انت شايف، انت القرار موجود، وانت شايف الكوره موجوده، وفي قرارات كتير جدا لازم تحسمها. احنا بنشوف بره، مش لازم كل حاجه على الفار. فبالتالي انا شايف النادي الاهلي يعني في حته ظلم من ناحيه التحكيم، ولكن حتى في قرارات كابتن سيد عبد الحفيظ وحاجات كتيره جدا، لكن انا مش قلقان على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيكسب بحكام ولا باي حاجه، احنا لسه المشوار طويل، وان شاء الله نبص بقى للماتشات اللي جايه.